عيادة شرطة محافظة نينوى خصصت يوم في كل أسبوع اللقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في محافظة نينوى من قيادة الشرطة وكذلك مفاصل وزارة الداخلية، وكذلك اللقاء بالأخوة المواطنين الأعزاء من أبناء هذا البلد وأبناء المحافظة، علاوة على اللقاء المستمر بعوائل الشهداء والمفقودين والجرحى للاطلاع على مشاكلهم والمعاضل التي يعانون منها لغرض إيجاد الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون. قيادة شرطة نينوى رفعت شعار الشرطة في خدمة الشعب، وها هي تطبقه على أرض الواقع من أجل النهوض بمستوى الأمن والخدمي المقدم للإخوان المواطنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة بلادنا ومحافظتنا إن شاء الله.